خلوا على خير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم كما كتشوفوا معايا غنوجدوا واحد الكيكه بالمذاق ديال الحامض، ولكن ما فيهاش عصير الحامض، فيها غير قشره الحامض. وإلى بغيتوا تعرفوا الطريقه ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وندوزوا للمقادير ان شاء الله. جوج بيضات، قشره الحامضه، جوج معالق ديال الياغورت من نكهة الفانيلا، وعندي 5 معالق ديال الدقيق، كاس معمر ديال السنيدة، وكاس معمر ديال الزيت، خمارة وحدة، عندي 7 غرام خمارة، وفاني واحد. وهنايا كما كتشوفوا معايا غنخلط كاع جميع العناصر بدون استثناء، يعني كل شيء، وكنخلي الدقيق حتى الاخر هو الخميره. وهانتوما كما كتشوفوا معايا يعني كنخلط كل شيء، مقادير ديال هاد الكيكه مضبوطه 100%. كنهز المول ديالي، كندير لي بابيي كويسون من التحت، وكن ادهن الجناب ديالي بالزيت باش ما تلصقش ليا الكيكه من بعد. وغندخلو الفران، غنشعلو على التحت في الاول على 180 درجه حتى نشوف الكيكه انها تنفخات، وعاد غنشعل الفوق من بعد من 10 حتى 15 دقيقه. هاي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كنخليها ترتاح واحد شويه ولا تبرد واحد شويه، المهم واحد 5 دقائق قبل ما نحل المول، حيت هذا عندي مول كيتحل. كندوز الموس في الجوانب باش ما تقطعش ليا. وخليكم مع التتمه، ما تمشيو فين. وهي الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، تسنيت انها تبرد واحد شويه، ودرتها في الطبسيل ديال التقديم. وانا هنايا زينتها بالسكر كلاصي مع طريف ديال الحامض. التزيين كيبقى اختياري لكل واحد، كل واحد يدير ليه داك الشيء اللي بغى.
قطعتها كتجي قطنيه بزاف وكتكون زوينه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر كي جاتكم. من هنا تما كنقول لكم طلب فريوسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.